بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة أولى إعدادي، نستأنف مع الصفحة رقم 63 في أعلى صفحة. كما نلاحظ عندنا إيكوتي سيكسبريمي، استمع وعبر عن نفسه، المقصود هنا الاستماع والتعبير. إذن أوبجيكتيف، أوبجيكتيف المقصود بالهدف، أوبجيكتيف كما لو نقول الهدف. إذن ما هو هدف هذه الفقرة؟ إذن هدف هذه الفقرة هو راكونتي أبارتير دون بوند ديسيني. راكونتي المقصود بها حكى، راكونتي المقصود بها حكى. إذن المقصود هنا الحكاية أو الرواية. أبارتير دون بوند ديسيني، أبارتير دون بوند ديسيني، انطلاقا من شريط مرسوم كما عندنا في أسفل هذا العنوان. فير أن ريسي أبارتير دون بوند ديسيني، تفعل رواية انطلاقا من شريط مرسوم. فير أن ريسي أبارتير دون بوند ديسيني، القيام برواية انطلاقا من شريط مرسوم. إذن طبعا الرسومات التي عندنا هنا كما لو أنها موضوعة على شريط. طبعا نحن سنقرأ الصورة الأولى ثم الصورة الثانية ثم الصورة الثالثة، وكأن هناك شريط مرسوم. إذا نتكلم عن إن بوند ديسيني كما لو نتكلم عن شريط مرسوم. بول إبيل، طبعا الطفل يسمى بول ثم الكلب يسمى بيل. إذا كما نلاحظ ماذا يقول هذا الرجل للكلب؟ إيكوت تي فا غيستي بيان ساجمون إيسي، إيكوت تي فا غيستي بيان ساجمون إيسي. إذا هو يقول للكلب اسمع، تي فا غيستي أنت ستبقى بيان ساجمون إيسي. نقول عن شخص بأنه ساج يعني أنه عاقل. إذا هو يقول له إيكوت تي فا غيستي بيان ساجمون إيسي، كما لو أننا نقول لطفل مثلا أنت رجل ستبقى وراءنا فلتكن عاقلا حكيما في غيابنا مثلا. إيكوت تي فا غيستي بيان ساجمون إيسي، اسمع أنت ستبقى بشكل متعقل هنا. إذا الطفل يقول لي بيل، سي فغي بيل، نعم حقيقة يا بيل، أون نو بو فغيمون با تو بخوندغ أفيك نو، حقيقة أننا لا نستطيع أن نأخذك معنا، سي فغي بيل، إنه حقيقة يا بيل، أون نو بو فغيمون با، يعني أننا لا نستطيع حقيقة تو بخوندغ أن نأخذك أفيك نو معنا. ثم إي بوي nous serons de retour en fin d'après-midi. ثم يقول الأب et puis nous serons de retour en fin d'après-midi، وبعد هذا نحن سنعود بعد منتصف النهار. et puis nous serons de retour en fin d'après-midi، et puis nous serons de retour en fin d'après-midi، et puis وثم كما نقول وبعد هذا nous serons de retour en fin d'après-midi. هنا عندنا سنكون في العودة، nous serons de retour، كما نقول هنا سنكون في العودة en fin d'après-midi، بعد نهاية منتصف النهار. en fin d'après-midi، في نهاية منتصف النهار. إذا كما يقول له نحن سنعود سريعا لن نبقى هناك. ثم يسمع كلاما à tout à l'heure، à tout à l'heure، إلى وقت قريب، à tout à l'heure، إلى وقت قريب. au revoir Bill، au revoir Bill، المقصود au revoir Bill، إلى اللقاء يا بيل. au revoir Bill، المقصود au revoir Bill، إلى اللقاء يا بيل. ثم c'est chaque fois la même chose، c'est chaque fois la même chose، c'est chaque fois la même chose، إنه في كل مرة نفس الشيء، إنه في كل مرة نفس الشيء. الكلب هنا يفكر ويقول في نفسه c'est chaque fois la même chose، يقول في نفسه إنه في كل مرة نفس الشيء. شاك فوا المقصود بها كل مرة، كما لو يقول بيل هنا إنه في كل مرة نفس الشيء، المقصود أنهم في كل مرة يفعلون بي نفس الشيء، إنهم في كل مرة يفعلون بي نفس الشيء. ثم تأتي السلحفاة لتقول له سانوفا با بيل، سانوفا با بيل، هذا لا يسير يا بيل، هذا لا يسير يا بيل. إذا كما لو تسأله وتقول له هل الأمور لا تسير جيدا يا بيل؟ سانوفا با بيل، هذا لا يسير يا بيل، المقصود هل الأمور لا تسير جيدا يا بيل؟ إذا فيجيب بيل السلحفاة قائلا نو سانوفا با، نو سانوفا با، لا هذا لا يسير،
المقصود بأن الأمور لا تسير جيدا، لا الأمور لا تسير جيدا، إذا الأمور ما غاداش مزيان. الكلب يجيب السلحفاة قائلا لا الأمور لا تسير بشكل جيد. ثم ils vont voir un meeting d'aviation les vénards. Ils vont voir un meeting d'aviation les vénards. Et naturellement moi je dois rester ici j'enrage. Ils vont voir un meeting d'aviation les vénards. Et naturellement moi je dois rester ici j'enrage. Ils vont voir un meeting d'aviation les vénards. Et naturellement moi je dois rester ici j'enrage. إذن ils vont voir un meeting d'aviation. إذن هم سيرون لقاء كما لو نقول للطيران. ميتين تأتي من فعل في اللغة الإنجليزية اللي هو to meet اللي هو التقى. Ils vont voir un meeting d'aviation. Ils vont voir هم سيرون un meeting d'aviation يعني هم سيرون. ميتين تأتي من فعل في اللغة الإنجليزية اللي هو to meet. To meet to meet المقصود بها أنك تلتقي. Rencontre المقصود بها rencontre يعني أنك تلتقي. To meet someone يعني أنك تلتقي شخصا. طبعا الفعل هو meet ولكن تنضيف له to باش تنبينوا بأنه الانفينيتيف بأنه ما مصرفش. باش تنبينوا بأنه الانفينيتيف أي أنه ما مصرفش يعني أنه غير مصرف مع الضمائر. ونفس الشيء كل أفعال في اللغة الإنجليزية نضيف لها to حتى نبين بأنها غير مصرفة. إذا عندنا هنا meeting كما نتكلم عن لقاء. دافياسون يعني الطيران. لافياسون هو الطيران. إذا كما نتكلم عن لقاء الطيران. إذا بمعنى آخر حنا تنتكلموا على حفل الطيران. بمعنى آخر حنا تنتكلموا على حفل الطيران. Ils vont voir un meeting d'aviation. يعني هم سيرون احتفال الطيران. Les vénards. طبعا كلمة vénard تعني كي دو لا فين. إذا les personnes qui ont de la veine, on les appelle vénards. Les personnes qui ont de la veine, on les appelle vénards. الأشخاص الذين عندهم la veine, نقول عنهم vénards. ما معنى vein؟ vein المقصود بها le vaisseau. إذا نتكلم عن vaisseau qui ramène le sang des organes vers le cœur. يعني باختصار نتكلم عن الوريد الذي يأتي بالدم من الجسم إلى القلب. إذن هذا نسميه لافين. هذا نسميه لافين. نتكلم عن الوريد الذي يأتي بالدم من الأعضاء إلى القلب. هذا نسميه لافين. إذن عندما نتكلم عن فينار كي يدو لافين الذي عنده لافين، هل معنى هذا بأن فينار هو الشخص الذي عنده وريد؟ إذن عندما نتكلم عن فينار كي يدو لافين، إذن نتكلم عن الشخص الذي عنده لافين كي يدو لافين الذي عنده ويملك لافين. هل هذا يعني بأن فينار تعني الشخص الذي يمتلك لافين أي الوريد كي يدو لافين الذي عنده لافين؟ طبعا ليس هذا هو المقصود. فكلمة لافين عندها معنى آخر غير الوريد. إذا نتكلم عن لا شانس، إذا نتكلم عن كلمة تستعمل في العامية ويقصد بها الحظ. إذا عندما نتكلم عن فينار المقصود بها المحظوظون. إذا عندما نتكلم عن فينار المقصود بها المحظوظون. إذا نتكلم عن فينار كي دو لا فين يعني المقصود الشخص الذي عنده الحظ. إذا نتكلم عن المحظوظون نسميهم فينار. إذا الكلب هنا يقول ils vont voir un meeting d'aviation les vénards. إذن هم سيرون حفل طيران المحظوظون. يتكلم عنهم بحسرة ويقول هم المحظوظون سيذهبون لحضور حفل طيران. إن ناتورالمون وطبيعيا moi je dois rester ici وطبيعيا أنا سأبقى هنا. إذن حسب الطبيعة التي نحن عليها أنا سأبقى هنا. جونراج جونراج يعني أنا أغضب. هل تنقولوا احنا بالدارجة أنا غادي نتفقس. جونراج أنا أغضب. إذا الكلب هنا يتحسر عن طبيعته التي بموجبها عليه أن يبقى هنا بينما هم المحظوظون سيذهبون لحضور حفل الطيران.
بيل يلتفت إلى طائر بالقرب منه فيقول له tu trouves ça juste toi. يقول الطائر tu trouves ça juste toi. tu trouves ça juste toi. أنت تجد هذا عادلا أنت. هل أنت تجد هذا عادلا أنت. tu trouves ça juste toi. أنت تجد هذا عادلا أنت. واش تيبان لك هادشي معقول أنت. واش هادشي تيبان لك أنت معقول. واش تيبان لك بأنه عادل هاد الأمر. وما يبشي وانا نبقى. تي تخوف سا جوست توا. تي تخوف سا جوست توا. طبعا يقول له الطائر بز بز. طبعا انا لم افهم هاد الكلام. اذا يقول له بز بز. ربما يقول له بزز عليك غتبقى في هاد المحل. بز بز. تي تخوف سا جوست توا. انت تجد هذا عادلا انت. اذا فيقول له بز بز. ثم يقول الكلب مع نفسه جي جامي في اميتين ايغيان. J'ai jamais vu un meeting aérien. J'ai jamais vu un meeting aérien. أنا لم أرى قط حفلا جويا كما نقول أو استعراضا جويا. J'ai jamais vu un meeting aérien. أنا لم أرى من قبل حفلا جويا أو كما نقول استعراضا جويا من خلال الطائرات. J'ai jamais vu un meeting aérien. أنا لم أرى قط احتفالا جويا أو استعراضا جويا من خلال الطائرات. كما نلاحظ بأن الطائر يرسل صديقه يقول له ديباش توا ديباش توا أسرع أسرع ديباش توا أسرع. عندنا لو فارب سو ديباش يعني أسرع. أسرع أسرع ديباش توا سي لو فارب سو ديباشي يعني هذا فعل أسرع. ثم عندنا أن غيان بلو طار. طبعا تنعرف بأن غيان تتعني أوكين شوز لا شيء. rien aucune chose لا شيء. وممكن أن تعني quelque chose. وممكن أن تعني شيء ما. وممكن أن تعني quelque chose المقصود شيء ما. نتكلم عن un rien de. نتكلم أحيانا عن un rien de. نتكلم عن un petit peu de. un petit peu de شيء ما قليل من. إذن هنا نتكلم عن أن غياب يطاق كما لو نتكلم عن وقت جد وجيز لاحقا. فإذا بصوت يسمع توي توي توي. إذا المقصود هو صوت الطيور. Et voici maintenant en formation serrée la pétrouille des hirondelles accompagnée par des galopines piaf et max les tourneaux l'as des tonneaux en rasemotte. Et voici maintenant en formation serrée la pétrouille des hirondelles accompagnée par des galopins piaf accompagnée par des galopins piaf et Max les tourneaux l'as des tonneaux en rasemotte l'as des tonneaux en rasemotte أحدو الطيور الجاتين بجانبه يقول et voici maintenant en formation serrée كما يقول له وها هو الآن في تكوين ضيق. المقصود هنا وها هي الآن كما تلاحظ في تكوين مشدد كما نقول مشدد. لا باتخوي دي زيغونديل لا باتخوي دي زيغونديل. إذا نتكلم عن دورية السنونو واحد النوع من الطيور السريع الحركة والطيران يسمى إيغونديل. إذا نتكلم عن لا باتخوي دي زيغونديل لا باتخوي دي زيغونديل. نتكلم عن دورية السنونو تنسميو حنا المغاربة خطاف الشر. إذا نتكلم عن باتخوي المقصود بها بوتي ديتاشمون ميليتير أو بوليسي دو سيرفيونس. إذا نتكلم عن بوتي ديتاشمون نتكلم عن كما نقول فرقة صغيرة ميليتير أو بوليسي عسكرية أو من الشرطة عسكرية أو من الشرطة دو سيرفيونس للمراقبة والإطلاع. إذا ماذا قال الطائر هنا؟ Et voici maintenant, en formation serrée, la patrouille des hirondelles, accompagnée par des galopins piaf. Et donc, nous parlons d'une dourie de sonono, accompagnée, comme on dit, qu'elle est marfouqa, par des galopins piaf. Piaf, bien sûr, est un genre de tuyur, qui s'appelle piaf. Cette tuyur, bien sûr, est un des stéréotypes que nous voyons, des dérives, comme on l'aperçoit. هذا نسميه دي غالوبين. كما نتكلم عن نوع من العدو أو نوع من الجري أو نوع من الطيران. إذا كما نتكلم عن أداء هذا الطائر
إذا نتكلم عن دورية السنون مرفوقة باستعراب بياف أي ماكس لاتونو ثم ماكس الزرزور ثم ماكس الزرزور لاتوغو المقصود به الزرزور نتكلم أيضا عن نوع من الطيور ثم لاز دي تونو أون غاز موت ثم لاز دي تونو أون غاز موت تونو أون غاز موت كما نلاحظ في شرحها على الجانب عندنا 200 أيغياه إذا نتكلم عن سبيكتاكل دافياسيون إذا نتكلم عن سبيكتاكل دافياسيون إذا نتكلم عن مشهد طيران مشهد طيران يسمى 200 أيغيان طبعا تكلمنا عن كلمة 200 200 أيغيان مقصود بها سبيكتاكل دافياسيون نتكلم عن مشهد طيران ثم كما قلنا الآن طونو أون غازموت المقصود بها فيغور أكروباتيك إيفيكتوي باغ دي زافيون طونو أون غازموت المقصود بها فيغور أكروباتيك إيفيكتوي باغ دي زافيون figure acrobatique effectuée par des avions مشهد أو مظهر بهلواني effectuée مؤدى يعني أنها تؤدي مؤدى par des avions مؤدى من الطائرات المقصود بأنها تؤدي طائرات إذا نتكلم عن مشهد بهلواني تؤدي الطائرات إذا تلك الحركة التي تقوم بها الطائرة في السماء نسميها figure acrobatique effectué par des avions. إذا نتكلم عن مشهد أكروباتيك المقصود بهلواني effectué par des avions تقوم به الطائرات. نستكمل في الفقرات القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.